في مبادرة طيبة تهدف إلى استحضار الماضي الجميل لأساطير الكرة الجزائرية، نظمت جمعية مستقبل حي الصباح حفلا تكريميا على شرف اللاعب السابق لفريق جمعية وهران هواري العربي الذي قدم الكثير للكرة الجزائرية. وهذا العرس وهذا الفرح بالنسبة للعربي هو لونسيان جوار تاع لاصق، راح نقول باللي انا فرحانين بزاف بهذا المباراة اللي داروها وهذا العرس اللي داروه كروي لونسيان جوار، فيها سباح بن يعقوب من بينهم قمري محمد رضوان لاعبين قدماء تاع مولودية وهران وجمعية وهران. انا هو اللي فكرنا فيه منذ طويلة باش ندير له ماتش كالا، مسكين قال لي كنت فرحني جيب لي لونسيان جوار تاع مولودية تاع لاصق، قلت له احنا ان شاء الله هنايا هذه مبادره تاع خير ماشي، وحنا رانا مع الرياضه الجواريه. يعني في الحقيقه احنا درنا عمل خيري يتمثل في يعني سبونسوريزي التورنوا تاع سيب العربي فيما يخص الرياضه الجواريه اللي نساعدوها ونكونوا دائما جانب هذا الشبان يشجعوهم ان شاء الله باش يطوروا في المستقبل. المبادرة التي عرفت حضور قدماء لاعبي فريقي جمعية وهران ومولودية وهران تخللتها تكريمات واعترافات بعطاء اللاعب السابق لمدرسة الجمعية الوهرانية. واري معروف العام معي دار معايا العسكر عامين تاع العسكر، زاد العام معايا عامين في جمعية وهران زاني 63 64 63، هذيك هي وشرفنينا احنا بحي الصباح وان شاء الله تتكرر هذه المناسبات. هي إذن مبادرة جميلة تستحق الثناء، في حين تبقى وجوه رياضية أخرى تستحق الاستذكار على أمل أن تكرر مثل هذه المبادرات.